أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بأجمل تحية في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه لتسليط الضوء على ليلة هي من أشرف الليالي على مدار العام، ليلة ينتظرها كل مسلم، ليلة فيها من الفضائل والبشائر ما الله به أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصها بهذه المزية. في هذه الليلة أتشرف باستضافة كل من فضيلة الشيخ فاضل فتيل الواعظ الشرعي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفضيلة الشيخ سلمان النفيعي الباحث الشرعي والإمام والخطيب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله. بداية لو سألنا فضيلة الشيخ فاضل فتيل، كثيرة هي المعاني وكثيرة هي المصطلحات التي يسمعها الناس ولكن لا يعلمون معناها الحقيقي ومن ربما أيضا معناها اللغوي. فليلة القدر، هذه الليلة التي ينتظرها كل مسلم والتي يبذل كل مسلم جهده من العبادة والطاعة، كيف نعرف هذه الليلة سواء من اللغة أو من الاصطلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم المرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. نبارك للأمة الإسلامية بحلول العشر الأواخر من شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والصحة والعافية والسلامة. ليلة القدر ليلة عظيمة جدا، اسمها مأخوذ من قدرها ومكانتها. المعنى الأول للقدر هو المكانة والشرف والرفعة، فهي صاحبة قدر عظيم، فسميت ليلة القدر إشارة إلى قدرها ومكانتها بين الليالي، إذ لا تضاهيها ليلة من ليالي السنة إطلاقا. خصها الله بميزات كما سيأتي إن شاء الله، خصها الله بميزات عظيمة جدا لم يخص بها أي ليلة أخرى، فاكتسبت المكانة والقدر، ولذلك سميت بهذا الاسم ليلة القدر، ليلة المكانة، ليلة الشرف. المعنى الثاني للقدر أن القدر هو من التقدير، ففيها تقدر الأمور كما يقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث أن الله عز وجل يقدر فيها في هذه الليلة كل ما يجري في أيام السنة. وفي رواية أخرى يقدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني في كل سنة يقدر تقديرات السنة إلى يوم القيامة. والقرآن الكريم يقول فيها يفرق، أي يقدر ويتخذ فيه القرار، يبت فيه، فيها يفرق كل أمر حكيم، فاتخذت هذا الاسم من حيث التقدير وتقدير الأمور فيها، ومن هنا تبرز أهميتها. ففيها تقدر الأرزاق، فيها تقدر الأقوات، فيها تقدر العطايا من الله عز وجل، تنزل الملائكة فيها بكل ما هو كائن إلى القابل أو إلى السنة المقبلة في نفس هذه الليلة. نعم، ربما أيضا البعض يعني يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في لوحه المحفوظ منذ الأزل ما كان وما سيكون من أول الخلق إلى نهايته، فهل تأتي هذه الليلة لكي تقسم هذا القدر وهذه المقادير سنويا؟ المقادير التي قدرها الله عز وجل تخضع لقانون المحو والإثبات، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فربما كتب على إنسان أنه يموت بعد أيام قلائل فيتصدق أو يصل رحمه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يبقى من عمر الإنسان 3 سنين فيصل رحمه فيصيرها الله
30 سنة، ويبقى من عمر الإنسان 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنين. كذلك ليلة القدر، العامل فيها ربما كان قد قدر له رزق قليل قدر عليه فيعمل فيها ويطلب فيها فيغير الله ويبدل، يمحو تقتير رزقه ويكتبه من الموسع عليهم، نعم، يمحوه من الأشقياء ويكتبه من السعداء. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سلمان. لو تطرقنا إلى أهم مزية من مزايا ليلة القدر والتي ربما أنزلت السورة بهذا الاسم، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي يتحدث عن القرآن الكريم، فما علاقة نزول القرآن الكريم بليلة القدر؟ كثير منهم يسألون هذا السؤال، نزول القرآن في ليلة القدر والعلاقة بينه وبين هذا النزول، هل نزل هذا القرآن منجما؟ هل نزل دفعة واحدة؟ فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا الأمر، علاقة القرآن الكريم بليلة القدر؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لكم هذا اللقاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على ذكره وشكره وأن يجعلني خيرا مما تظنون. فليلة القدر لا شك أنها ليلة عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى من أعظم ليالي العام، فهذه الليلة كما سبق وذكر الشيخ أنها سميت بليلة القدر لعظم قدرها، نزل فيها كلاما وكتابا عظيم القدر عن طريق ملك عظيم القدر إلى نبي عظيم القدر في ليلة سميت بليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر، وقال عنها فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر الله تبارك وتعالى كل أمر حكيم للسنة كلها. واختار الله تبارك وتعالى لنزول القرآن ليلة، وهذه الليلة هي ليلة القدر، فسبحانه وتعالى له الاختيار المطلق فيما يشاء سبحانه. ربنا يفضل بين الشهور وبين الأماكن وبين المياه، فكذلك يفضل بين الليالي، فاختار ليلة القدر لنزول القرآن فيها. وهو ليس كما يظن البعض أن القرآن نزل فقط في ليلة القدر، وإنما هو نزل يعني دفعات، لكن ليلة القدر هي الليلة التي كان فيها نزول القرآن كاملا. فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص وأن ندرك فضل وبركة هذه الليلة، فليست ليلة في ليالي العام أشرف منها، كما قال عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم. نعم، إذن تشريف هذه الليلة بنزول القرآن فيه نزولا تاما كما قلت، وربما يعني بدأ النزول أو بدأ تبليغ القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ليلة القدر. نعم. والقصة معروفة، قصة النزول في 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 غار حراء والقصة التي يعني تتبعها. ما هي المضامين التي ربما نوصلها للمشاهد الكريم بأهمية القرآن وارتباطه بليلة القدر؟ هل هو فقط يرتبط بهذه الليلة أو في رمضان، أو يعني تمتد هذه الأهمية طوال العام؟ لا شك أن القرآن هو في رمضان وفي غير رمضان. نعم. يعني القرآن يعني راحة المؤمن، وهو الذي يكون شفيعه يوم القيامة. كما يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، لا نخصه برمضان، وإنما يعني نقرأه ونتدبر معانيه في رمضان وفي غيره. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ فاضل. الكثير يتساءل، يعني بطبع الإنسان يحب أن يستزيد من الخير، سواء الخير في الدنيا أو الخير من الآخرة، فلما يسمع قول الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر،
البعض يحسبها حتى حساب بطريقة الرياضيات، يحسب 83 سنة و 84 سنة، يريد أن يعرف ما الفضل الذي سيحصل عليه. ذكر الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، يعني يترتب على ذلك مضاعفة الأجور، فكيف نستطيع حساب هذا الأمر؟ لا أقصد ربما الحساب الرياضي، ربما حساب الأجر عموما. يعني حساب الأجر ومضاعفة الحسنات يخضع لعدة قوانين إلهية، نذكر منها أربعة قوانين. القانون الأول الكم، وهو كثرة وقلة في العمل، من زاد زيد له. المصلي ركعتين غير الذي يصلي 10 ركعات أو 100 ركعة، الذي يحج مرة غير الذي يحج 10 مرات أو 20 مرة، الذي يتصدق بدرهم على فقير غير الذي يطعم له 100 فقير ويكسوهم. هذا بالنسبة إلى الكم. وعندنا قانون الكيف، فصلاة الخاشع غير صلاة الساهي، وصلاة المخلص غير صلاة المرائي. والقانون الثالث قانون المكان، فالصلاة في البيت ليست كالصلاة في مسجد المحلة أي القرية، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تكون بلا شك أفضل من الصلاة في مسجد البلد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصلاة في المسجد الحرام كألف صلاة في مسجدي هذا، وفي رواية كـ10,000 صلاة. إذن المكان يحدد أيضا. وعندنا قانون رابع هو الزمان، فعندنا ليالي شريفة وأيام شريفة كشهر رمضان وليلة عرفة وعشية عرفة ويوم عرفة، وميز شهر رمضان بأن العمل فيه مضاعف، وأن الآية فيه كالختمة، والحسنة فيه بآلاف الحسنات، روايات كثيرة ميزت من بين شهر رمضان هذه الليلة، العمل فيها مضاعف، ليس كمضاعفة الأعمال الأخرى. لا، هذه قانونها مختلف جدا. ليلة القدر قانونها مختلف، العمل فيها كمن استمر يعمل لألف شهر. هي كلها خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في بعض الروايات فضلتم بليلة القدر. فلو تصدق في ليلة القدر بدرهم يكتب له ثواب من تصدق لمدة 83 سنة في كل ليلة درهم. سبحان الله. ولو أنه قرأ آية واحدة، عندنا رواية متفق عليها عن النبي صلى الله عليه وآله، من تلا منكم آية في هذا الشهر في أي ليلة من شهر رمضان كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. طيب لو قرأ هذه الآية في ليلة القدر تضاعف الأجر، يتضاعف الأجر كأنه قد ختم القرآن 1,000 شهر في كل ليلة مرة، والألف شهر يكون تقريبا لو حسبنا الشهر 30 ليلة، 30,000 ليلة. فكأنه لو قرأ آية واحدة في ليلة القدر كأنه ختم القرآن 30,000 مرة. ولذلك فضلنا على باقي الأمم. باقي الأمم عاشوا، أمة نوح عاشوا 3,000 سنة مثلا أعمارهم. نوح نفسه عمره 3,000 سنة. الذين عاشوا في عصره كما في مروج الذهب للمسعودي والطبري وغيره أنهم عاشوا 2,500 سنة و3,000 سنة. ولكن نحن لا نحتاج، أمة محمد صلى الله عليه وآله خير الأمم، لا نحتاج أن نعيش 3,000 سنة حتى نصل إلى عملهم. يعني نحن فضلنا بليلة القدر، الله سبحانه وتعالى ربما عوضهم بهذا الأمر. أعمار أمتي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، فعوضوا بليلة القدر، عوضوا بليلة القدر، وربما هي أفضل أجرا وأكبر أجر من الأمم السابقة، كأننا قد عشنا 1,000 السنين. إذا أحينا ليالي القدر في حياتنا، في كل ليلة قدر 83 سنة عبادة. وأفضل من ذلك هي، هو لا نحددها في 83، بل هي خير من 83. ولذلك الإنسان الذي يعيش 60 سنة ويحيي ليلة القدر في كل سنة يحييها كأنه عاش 1,000 السنين. سبحان الله. عابدا زاهدا محييا قائما الليل صائما النهار،
فهذه هدية من الله عز وجل. وطبعا الكريم إذا أعطى لا يكون عطاؤه كسائر العطاء، سبحان الله. نعم. عطاء الكريم يقاس بمقداره، وأي مقدار أعظم من كرم الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك. ربما استكمل هذا السؤال أيضا مع الشيخ سلمان، يعني طمعا في يعني استمرار أو تعظيم هذا الأجر، نرى كثير من الناس ربما يؤجل بعض الطاعات فرضا كالصدقات أو الزكوات أو بعض الأعمال الصالحة أو حتى ختمة القرآن، يريد أن يتحرى في هذه الليلة، ليلة القدر أو العشر الأواخر بشكل عام. فهل هذا من الأمور يعني التي يعني ممكن الإنسان يعمل بها أن يؤجل بعض الطاعات إلى هذا الوقت؟ نعم، لا شك أن هذه الليلة ليلة يعني لها مزية خاصة. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، والمعنى أن الله تبارك وتعالى برحمته وحكمته وكذلك كرمه جعل في فضل هذه الليلة وكثرة ثواب العمل فيها أنها خيرا من ألف شهر. وحساب هذه السنوات أو هذه الشهور، ألف شهر تعادل أكثر من 80 سنة. فالإنسان والعبد عندما يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى وكرمه في أن جعل عبادة 83 سنة أو أكثر في ليلة تعادل ليلة واحدة، يعني فضل من الله كبير، فضل من الله عظيم. حري بنا أن نعتني بهذه الليلة حق الاعتناء، وأن نحييها بالقيام وكذلك قراءة القرآن والأدعية وغيرها من الأعمال الصالحة. نعم، بارك الله فيك. ربما أيضا في ختام السورة لما نسمع مثلا الآية تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، معنى السلام هنا ربما يتبادر للذهن معاني كثيرة. نعم. يعني عندي أو عند عامة الناس، لو تطرقنا إلى معنى كلمة سلام في ليلة القدر في ختام السورة. نعم، حسن. قال الله تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا كما قال بعض المفسرين أنه يدل على رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه يقدر السلامة في هذه الليلة من الآفات والشرور، فهي سلام من الآفات والشرور، وسلام من الخصام والجدال، وهي سلام الملائكة بعضهم على بعض، وسلام الملائكة على أهل الإيمان. رحمة من الله تبارك وتعالى، رزقنا الله وإياكم السلامة من الآثام والآفات والشرور. نعم، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ فاضل، لو تطرقنا أيضا إلى السؤال لا نقول يثير الجدل وإنما يثير النقاش بين المسلمين عموما في موضوع تحري ليلة القدر. طبعا الخلاف أنتم تعرفون يعني في المعنى في هذا الأمر، البعض يقول في العشر كلها، والبعض يقول في الوتر منها، البعض يخصصها في ليلة معينة. فتحري ليلة القدر، كيف وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تحري هذه الليلة، ويعني يعني أن نحرص على اكتساب أجرها؟ طبعا يبدأ تحري ليلة القدر أولا من تحري الهلال، حتى نحدد معرفة ليالي الشهر الكريم حتى نصل إلى العشر الأواخر. الهلال في أول رمضان، في أول شهر رمضان، من إذا نحسب من أول رمضان. ليش؟ لأن حتى لا يقع عندنا الخلاف هل نحن في ليالي الإفراد أم الوتر أم الشفع. نعم. ثانيا نأتي للروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل. النبي صلى الله عليه وآله لم يحدد بالضبط أي ليلة من الليالي، ولكن كما روي عنه صلى الله عليه وآله إذا دخلت العشر الأواخر أو جاءت العشر الأواخر كان يطوي فراشه، وكان يحييها كلها كل الليالي العشر. فكان يسأل كما سأله الجهني، نعم، قال له: يا رسول الله، إني صاحب عيال وصاحب قطيع من الأغنام، ولا أستطيع أن أترك في كل ليلة أترك خارج المدينة عيالي وقطيعي وآتي.
فقال أحضر في ليالي الإفراد من شهر رمضان، ثم حدد له 3 ليالي ولم يحدد له أكثر من ذلك. ثم قال له، أصر هذا الجهني، فأسره النبي في أذنه وقال له لا تخبر أحدا. فكان المسلمون يسألونه ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت لأفشي سر رسول الله. فالمسلمون أخذوا يتحرون هذا الرجل متى يأتي إلى المسجد، فرأوه يأتي في ليالي الإفراد وربما أتى في ليلة 23، فمنها هنا قال بعض المسلمين إذن هي ليلة 23. روايات أخرى تقول لا، حتى ليلة 21، حتى ليلة 25، حتى ليلة 27 تحروها في هذه الليالي. فمن هنا وقع الاختلاف بين كثير من العلماء على تحديدها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إنما سترها الله عنكم، لأن سألوه قالوا له لماذا لا تحددها لنا يا علي، ما سمعت من رسول الله؟ قال نعم سمعت ولكن لا أحددها. إنما سترها الله عنكم نظرا لكم، وكلمة نظرا لكم يعني لمصلحتكم. جميل. فلو أنه أعلمكمها لاقتصرتم عليها دون غيرها، كان أنتم بتعبدوا الله بس في هذه الليلة بتتركوا باقي. والله عز وجل يحب إلحاح الملحين ويحب أن تطلبوها في غيرها، في غير هذه الليلة أيضا باقي الليالي، ولذلك سترها عنكم ليزداد الطلب. نعم. ولتكونوا حريصين، يزداد الحرص عليها، وكل شيء يخفى يكون الحرص عليه أكثر ومكانته وقدره تزداد. ولا يقتصر المسلمون عليها فقط على ليلة واحدة لو حددت، ولكنه ترك التحديد. وهناك علامات كثيرة ذكرت في تحريها، ذكرت علامات، لعله يأتي سؤال آخر نجيب عنه. نعم، بارك الله فيك. وهذا أيضا جزء من السؤال يعني الأخير بالنسبة عن الحكم من إخفائها هو جهل الشيخ سلمان. ربما يعني كما ذكر الشيخ فاضل الإخفاء هذه الليلة، ووردت أدلة أيضا متواترة في أنها ليس ثابتة في ليلة، ربما تنتقل من ليلة إلى ليلة. يعني هي ليلة محددة أو هي ليلة تنتقل في رمضان من سنة إلى سنة، كيف نوفق هذا الأمر؟ نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. لكن لا نستطيع يعني أن نجزم بتعيين ليلة واحدة من هذه الليالي العشر. أرجى ليلة وأحرى ليلة هي ليلة 27، لكن لا نستطيع أن نجزم بتعيينها، لأن ربنا تبارك وتعالى أخفاها، وما أخفاها إلا ليتبين الجاد الذي يجتهد في طلبها في كل الليالي لعله يصيبها ويدركها. وكذلك من الحكم في إخفائها أن يزداد الناس عبادة لرب العالمين، فربنا تبارك وتعالى شرع لنا هذا الشرع وهو أعلم بالحكمة والمصلحة التي يريدها سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيك. إذن أيضا لو سألنا فضيلة الشيخ فاضل، أنت ذكرت في يعني قبل أن يعني ننتقل السؤال للشيخ سامة، ذكرت أن هناك علامات، وهذه العلامات أيضا من الأشياء التي يركز عليها الناس. يعني نرى كثير من المسلمين في صبيحة كل يوم من عشر الأواخر ينتظر مثلا خروج الشمس، سمع عن علامات معينة، البعض سمع عن بعض العلامات لم يسمع غيرها. فلو استعرضنا هذه العلامات التي ربما يعني تبين أنها كانت ليلة القدر أو لا، أو وقوع مثلا التباين بين الناس في مشاهدة هذه العلامات. نعم، هناك علامات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام لكثرة السؤال، لأن المسلمين ما فتئوا ولم يتوقفوا أبدا عن سؤال العلماء وعن سؤال النبي صلى الله عليه وآله والعلماء من بعده والأئمة عن هذه، عن تحديد ليلة القدر إلى يومنا هذا. لازال السؤال يتكرر. نعم، وطبعا الحكمة قد ذكرها فضيلة الشيخ، أخي الشيخ سلمان، بأن الله عز وجل أراد أن نتحرى ونعبد الله عز وجل في أكثر من ليلة ونحيي أكثر من ليلة. ولكن العلامات ذكرها العلماء
فمثلا أذكر الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر يقول: من علامات ليلة القدر أن هبوب ريح، هبوب ريح طيبة، ليست ريح عنيفة أو لا، ريح طيبة هادئة، فإن كانت في برد دفأت، يعني ليلة القدر إن كانت في برد دفأت، وإن كانت في حر بردت. هذه من العلامات. إذا الاعتدال، نقدر نسمي اعتدال الأجواء. فإن كان في الحر، كان شهر رمضان في الحر، تكون ليلة القدر فيها نوعا ما برودة. وإن كانت في شديد البرودة في شهر رمضان كله، ليلة القدر تكون فيها دفء. هذه من العلامات. ذكرها أيضا بعض العلماء، قرأته أنه يذكر نفس هذه العلامة اللي ذكرها الإمام الباقر عليه السلام. أيضا من العلامات أن يتوجه القلب. أكو علامة داخل نفس الإنسان. يقول العلماء أنه الإنسان في ليلة القدر يشعر، يحس بتوجهه إلى الله عز وجل وبرغبته في العبادة. أيضا من العلامات التي ذكرت أن يكون هناك نور في السماء، ولو أنه في مثل زماننا هذا مع وجود الإضاءات الكهربائية يمكن يقل هذا الإحساس والشعور، ولكن لمن نظر وتأمعن في السماء يكون هناك نور في السماء. أيضا من العلامات ما يأتي بعد ليلة القدر، كما ورد أيضا عن العلماء أن شمسها، يعني إذا خلصت ليلة القدر وطلعت الشمس من يوم القدر، مثلا إذا كانت ليلة 23 يوم 23 أو ليلة 27 يوم 27، تكون الشمس بلا شعاع، يعني مو شعاع قوي جدا بحيث أنه يؤذي العين، يخف شعاع الشمس. ربما هذه أكثر الآيات التي يتطلع لها الناس، يعني يشاهدونها، هذه اللي يبحثون عنها، يعني ربما يصعد على الأسطح، أسطح المساجد وأسطح البيوت، وينتظر هذه العلامات ويتحرون مثل هذه العلامات فعلا. وسابقا كانوا يبحثون عنها أكثر لكون الأمور لم تتطور، مثلا تكنولوجيا الفلك الآن ومثلا الوجود الإضاءات والتلسكوبات وكذا، فكانوا يكثرون من تحريها بالعين المجردة كما ورد لهم من الأخبار. نعم، بارك الله فيك. الشيخ سلمان، ربما أيضا يعني كما نسمع في سياق العلامات أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان صبيحة يوم ليلة القدر يسجد على ماء وطين، فهل هذا دليل على نزول المطر ربما في هذه الليلة؟ الله أعلم، لكن أتطرق للحديث عن العلامات التي تكون في ليلة القدر، وهناك علامات متأخرة عنها وهناك علامات تكون في أثناء ليلة القدر. فالعلامات المتأخرة عنها مثل ما أشرتم، خروج الشمس صبيحة ليلة القدر من غير شعاع، وهناك علامات في أثنائها. نعم، وهذه العلامات يشعر الإنسان بالراحة والسكينة والاطمئنان. وكذلك الليلة ليست بالباردة وليست بالحارة، والله تبارك وتعالى يقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح جبريل عليه السلام، نعم، أمين الوحي وسيد الملائكة. لنا أن نتصور هذا جبريل عليه السلام ينزل إلى الدنيا ومعه الملائكة. تعرفون كم عدد الملائكة الذين ينزلون إلى الدنيا وإلى الأرض؟ عدد كبير، جاء في بعض الأحاديث أن عددهم كعدد الحصى في الأرض. هل يمكننا أن نتصور عدد الحصى في الأرض؟ رقم كبير. هناك حصى تحت البحار، حصى في الصحاري، الجبال تبنى بالحصى، هناك حصى في الأرض كلها، لا يمكننا أن نتصور هذا العدد. فعدد الحصى في الأرض هو عدد الملائكة التي تنزل في هذه الليلة المباركة. نعم، بارك الله فيك. أيضا من خلال كلامك وكلام فضيلة الشيخ فاضل أيضا ذكرتم أن ربما هناك راحة نفسية تصيب الإنسان في هذه الليلة، ربما هذه مدعاة بأن الإنسان يعني يزيد من عمله، أو ربما مثلا هناك أعمال يجب أن يستكثر منها في هذه الليلة بالذات أو ليالي كلها. هذا يجرنا إلى السؤال ربما الأساسي في هذا اللقاء: الأعمال المشروعة التي ينبغي على المسلم أن يجتهد فيها في هذه الليالي بالذات، لو ربما نقول ليلة معينة كما تطرقنا إلى انتقال الليلة، ولكن إلى الليالي العشر
لو ذكرت طرفا من هذه الأعمال لفضيلة الشيخ سلمان. الأعمال المشروعة نقول القيام ثم القيام ثم القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا من قلبه واحتسابا لثوابها وأجرها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أي العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في ليلة القدر، وذلك رغبة في إصابة الأجر المترتب على هذا القيام وهذه الصلاة. وكذلك نشير إلى الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، نكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنستشعر هذه المعاني ونكون بالخضوع والذل إلى رب العالمين لعله يصيبنا برحمته، فنحن محتاجون إلى رحمة من رحماته تغنينا عن رحمة من سواه. نعم، بارك الله فيك. أيضا فضيلة الشيخ فاضل، الناس ربما نراهم ينوعون في العمل الطاع، يعني مثل كما قلنا سابقا الصدقات وربما صلة الرحم، ربما هذه الأعمال هل تدخل ضمن الأعمال المشروعة في هذه الليالي العشر؟ نعم، كل عمل يعد من أعمال البر هو من ضمن أعمال ليلة القدر. كل ما يخطر على بالك من أعمال البر، من صلة الرحم، من الصدقات، من التكافل الاجتماعي، من العطاء، استشعار الآخرين، الدعاء للآخرين أيضا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل قال: يا موسى أدعني بلسان لم تعصني به. قال: كيف ذلك؟ قال: أطلب من غيرك أن يدعو لك وادع أنت لغيرك، أن يدعو هو لغيره من المسلمين وغير من المسلمين يدعو له، أن ندعو لإخواننا المسلمين في هذه الليلة، وأن ندعو لأنفسنا ولوالدينا، وأن نطلب الفرج والشفاء والصحة والعافية لجميع المسلمين من الوباء ومن كل بلاء. وطبعا ذكر أخي الشيخ سلمان الصدقة والعطاء والبذل، وكذلك تلاوة القرآن، وخصوصا ورد عندنا بعض السور كسورة الروم وسورة العنكبوت وسورة الدخان. ركزوا عليها في مثل هذه الليلة العلماء. وكذلك أن يغتسل من ضمن أعمال ليلة القدر، أن يغتسل غسل ليلة القدر فيكون طاهرا نظيفا الثياب، أن لا يأتي إلى العبادة وإلى القيام بشيء من النجاسة، يغتسل يلبس ثياب طيبة، وإحياؤها إن أمكن جماعيا في جامع المنطقة في المسجد، وإن لم يمكن في مثل ظروفنا هذه يحييها في بيته مع أولاده مع أسرته، بأن يطلب، يكون طماعا في الطلب، لا يكون قنوعا في الطلب في هذه الليلة ويقتنع بكلمتين، لا، يكثر يكثر من الطلب له ولإخوانه المؤمنين، ويطلب من الله عز وجل الصحة والعافية، كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سئل: ما نطلب في ليلة القدر؟ ربما الإنسان يعني يصيبه شيء من الـ يتشتت ما بين كل هذه الأمور، ذهنه له مطالب كثيرة من رب العالمين، ماذا أفعل؟ يطوف الوقت هو بعد ما طلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اطلبوا العافية. وكلمة العافية كلمة واسعة، ليس فقط العافية من المرض، وإنما العافية من البلاء، العافية من الشيطان، العافية من الوساوس الشيطانية وغيرها. أيضا في هذه الليلة أن يصل الرحم، يروح يزور والدته، يزور والديه، يزور أرحامه، يشوفهم محتاجين مو محتاجين. جميل. يستشعر بهم، أن لا يتقوقع على نفسه في ليلة القدر. أن يكون هو مستشعرا بمن حوله من إخوانه، من أخواته، من بني عمومته. أنا الشيخ أخذ من ضمن كلامك أيضا سؤال، ذكرت من يعني يسعى للناس سواء كان رحمه
لو قلنا مثلا كلمة في من أوقف من وقته في رمضان كله والعشر الأواخر للعمل الخيري، ربما يعني البعض ربما يقلل من العبادة ولكنه يعني جل وقته جعله في مساعدة الناس كالجمعيات الخيرية، وربما البعض يقوم بجهود فردية في معاونة الناس، هل هذا أيضا من العمل الصالح في ليلة القدر؟ هذه عبادة. عبادة. العبادة ليست فقط الصلاة والصوم وقراءة القرآن، العبادة العمل، العبادة الدين والمعاملة، إصلاح ذات البين. كنت أتكلم مع أخي الشيخ سلمان أقول له عملكم في المحكمة في إصلاح الأسري هذه عبادة، بل هي من أعظم العبادات. أيضا الخروج إلى مثلا الأعمال الخيرية، نعم، والخروج في الشارع مثلا استشعار بعض المعوزين، هذا عمل، هذا عبادة، ليس هو عمل منفصل عن العبادة، بل هو عبادة، بل هو من أساسيات العبادة. نعم. وقد حث عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحث عليه القرآن أيضا. فلا بد لنا أن نتحرى جميع أنواع الخير والبر وأعمال الخير والبر، ونحاول وإن كان الوقت قليلا في وضيقا في ليلة القدر، نحاول أن نأتي ولو بجزء يسير منها في ليلة القدر. نعم، بارك الله فيك. ربما نختم هذا اللقاء أيضا بكلمة للشيخ سلمان. نعم. كما ذكر الشيخ فاضل أن هناك من يقوم بأعمال البر والخير في هذه الأيام، أيضا لا ننسى من يقوم على راحة المواطنين. نعم. وراحة المقيمين في مملكة البحرين. نعم. فيما يخص بهذا الوباء وهذه الجائحة. نعم. هناك من أوقف من وقته أيضا لي يعني في جميع المجالات، مجالات الصحية، مجالات التعليمية، مجالات الأمنية، في هذه العشر الأواخر أي كلمة نوجهها لهم؟ أولا نوجه لهم الشكر. يعني هم في ظل هذه الظروف، لو ما كانت هذه الظروف لكانوا في المساجد. نعم. ولكانوا يعني يستقبلون، ينتظرون هذه الليلة للعبادة وللصلاة وللدعاء، لكن لم يمنعهم من ذلك إلا الظروف، وهم على خير وهم على أجر الجنود والأطباء وجميع من يكون يعني في الصف الأمامي في هذه الأزمة. نقول أنتم على خير، والله تبارك وتعالى سيكتب لكم الأجر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأوفره وأعظمه وأجزله. بارك الله فيك. في ختام هذه الحلقة، فضيلة الشيخ فاضل فتيل الواعظ الشرعي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أشكرك جزيل الشكر على إثرائنا بهذه المعلومات حول ليلة القدر، وفضيلة الشيخ سلمان النفيعي الباحث الشرعي والإمام والخطيب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أشكرك على أيضا مناقشتنا في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نتمنى أن نكون قد أوصلنا لكم الفكرة الأساسية وربما بعض النقاش الجميل الذي دار بين مع ضيفينا حول المعاني في ليلة القدر، بدءا من معنى ليلة القدر إلى ما اختتمنا به هذا الختام الجميل، أن العبادة لا تقتصر فقط على الصلاة والذكر، وإنما هي كل ما يفعله المسلم تجاه وطنه وتجاه مجتمعه وتجاه الناس. نلقاكم بإذن الله في لقاءات أخرى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.